على الرغم من هذا الإدراك المبكر لبعض الشركات العالمية لأهمية هكذا نوع من الأنظمة من أجل مسايرة العصر، نلاحظ بأن الدول العربية حتى هذه اللحظة هناك عدم قناعة بهذا الشأن. لماذا هناك عدم قناعة بهذا الشأن؟ في حقيقة الأمر نحن دائما نأخذ بالتكنولوجيا ونأخذ بالمفاهيم الإدارية الحديثة من الغرب، وبالتالي دائما ما يكون هناك بعض الهواجس التوجسات تجاه تطبيق هكذا نوع من الأمور خوفا من الانفلات أو الفوضى. بمعنى عندما تعطي هامش من الحرية إلى الموظف أو العامل في اختيار الزمان والمكان اللذان يرتئيانه من أجل القيام بالعمل بشكل الأمثل، قد يكون هذا الأمر نوع من خلينا نقول فوضى أو نوع من فلتان السيطرة بالنسبة لبعض من يقوم بالعملية الإدارية أو من يتربع في رأس الهرم في العملية الإدارية. ما زال هناك بعض هذا التخوف، حتى أننا نقول بأن بعض الدول العربية أخذت بهذا النظام في العام 1918 وحتى هذه اللحظة لم يتم تطبيقه بسبب تلك التخوفات. وحتى أقول بأننا إذا أردنا أن نبدأ الحكاية من البداية، نقول بأن أحد أهم سمات العصر الذي نعيش به هو المرونة. بمعنى أنتوني روبنز اللامع في مجال التنمية البشرية يقول بأنك ابقى على مبادئك، ابقى على استراتيجياتك أو قراراتك، ولكن خذ مقاربة مختلفة من أجل التطبيق. بمعنى المرونة على سبيل المثال للحصر في التعليم أنتجت لنا التجربة الفنلندية الأكثر تطورا في مجال التعليم في العالم. المرونة في مجال تكنولوجيا الإعلام أنتجت لنا السوشيال ميديا الذي يستشري كالنار في الهشيم. المرونة في مجال التجارة والأسواق أنتجت لنا التسوق الإلكتروني الذي يفضله الكثيرون اليوم. المرونة حتى في اللغة الإنجليزية أنتجت اللهجة الأمريكية التي أصبحت الأكثر انتشارا في العالم. يعني المرونة يعني إبداع. تماما. المرونة حاليا هو شيء أساسي من أجل الإيفاء أو من مستلزمات العصر الذي نعيش به، وخاصة بالنسبة للشركات، لأننا نقول طيب بما أنه المرونة هي يبدو أنها هي المستقبل بناء على ما تقول، دعنا يعني خلينا نفند المميزات اللي هيحصل تحصل عليها الشركات من تبني هذه الفكرة الأكثر مرونة في العمل. دعني أتكلم عن هذه المميزات من منظور الشركات ومن منظور الأفراد. صحيح. من منظور الشركات هناك ضمن أهم المفاهيم الإدارية الحديثة ما يدعى بإدارة المواهب. كيف تستطيع أن تحتفظ بالمواهب المتواجدة في الشركة، وكيف تستطيع أن تستقطب المواهب التي تتواجد من خارج الشركة إلى داخل الشركة. وهنا نقول بأن إدارة المواهب أحد أهم مستلزماتها هي نظام العمل المرن. الموهوب مطلوب، وبالتالي لن تستطيع أن تحتفظ بالأشخاص المميزين الذين يقدمون قيمة مضافة للشركة في حال أنك تعنتت واستمريت بالنظام التقليدي لساعات العمل.